من المسرح العالمي نقدم الأحمق. الأحمق تمثيلية قصيرة في فصل واحد من تأليف لويجي بيرانديلو، ترجمها محمد عوض الله ويخرجها نبيل الألفي. المنظر في إدارة تحرير جريدة صوت الشعب في شقة ليوبولدو باروني رئيس الحزب الجمهوري ومدير الجريدة. وبما أن باروني يعيش بمفرده فإنه يحتقر كل وسائل الراحة، بل ويبدو أيضا أنه يحتقر مبادئ النظافة، فالأثاث القديم المخلخل يغطيه الغبار والقثارة، والفوضى تعم المكان، كما يزدحم المكتب بأكوام من الورق وتتكدس الدوسيهات على المقاعد. توجد الجرائد في كل مكان حتى على الأرض، والمكتبة مليئة غير مرتبة، وهناك أريكة من الجلد هالكة مسندها متسخ وممزق يبدو منه الحشو. في الركن باب زجاجي يؤدي إلى مكتب تحرير الجريدة، وعلى اليمين باب آخر يؤدي إلى مسكن باروني الخاص. الوقت ليلاً، والمكتب في الظلام يضيئه بصعوبة الضوء الشاحب المنساب من خلال الزجاج الخشن للباب الذي يفصل بين المكتب وغرفة التحرير. لوكا فازيو يتمدد على الأريكة ساكنا في الظلام، لا نتبين وجوده، ولكن عندما تضاء غرفة المكتب نرى وجهه هزيلا باهتا كالأموات، وقد نبتت فيه بعض شعيرات الذقن، وشاربه صغير أشقر رفيع متهدل. ومن وقت لآخر يحاول كبح سعال جاف، وفي خلال بضعة دقائق يأتي من حجرة التحرير ضجيج باروني ومحرري جريدة صوت الشعب. أنا أقول إنه يجب مهاجمته دون حوالة. نعم تماما، مهاجمته حسن جدا، ولكن لا مطلقا. هل ستقوم بدور كافادور؟ بالضبط، هذا حق دور الرجعيين، ولكن لا مطلقا. كلا، ذلك لا يضر بخلف إنسان. نحن نتبع خطة العملية، نهاجمه باسم مبادئنا. كفى نقاش الآن، اتركوني أكتب مقالتي. هل يوجد أحد؟ هل يمكن الدخول؟ ألا يوجد أحد؟ هناك في الغرفة المواجهة. عفوا، إنني ولا شك لي الشرف بمخاطبة السيد باروني. في الركن، قلت لك من هناك. هل أستطيع الدخول؟ إذا شئت. أنصتوا، إنهم هناك، إنهم المتظاهرون، إنهم المتظاهرون. البؤساء دعيوه. إنهم يصرخون يحيى كابادونا، لقد قلت لكم ذلك. لقد قلت لكم إنه يجب إزالة جويدو مانزاريني نفسه. أما كابادونا فأنا لا أكترث به. يحيى كابادونا، يحيى كابادونا.
الخنازير، الخنازير، إنهم أعداء المدينة. إنه كبادون الأمزال، الأوغاد، المأجورين. أوه، البؤساء، البؤساء. أيجرؤون على الهتاف يحيى كبادون؟ اذهبوا هناك، اذهبوا هناك جميعا، سأظل هنا أكتب. الأمزال، المأجورين. أتسمع يحيى كبادون؟ بحق الشيطان لم أفهم من ذلك شيئا. أخبرني ماذا يحدث؟ إنها رائحة الغلايين التي يدخنونها جميعهم. أخنقهم. ابتعد قليلا، إني لا في حاجة إلى الهواء. اتركني، اتركني. ألست من كوستانوفا؟ لا، إني كنت عابرا. لسنا عابرون. أنا مندوب مخازن سانغون للورق، وأريد مقابلة السيد باروني من أجل ورق الجريدة. أنت ترى أن الوقت غير مناسب الآن؟ نعم، سمعت، كانت مظاهرة. بعد 8 أشهر من الانتخاب لم يهدأ الحقد بعد ضد النائب جويدو ماتزاريني. ماتزاريني؟ النائب الاشتراكي؟ نعم، اشتراكي على ما أعتقد. كل الناس ضده هنا في كوستانوفا، ولكن له أغلبية عظيمة في المناطق الأخرى. وقد انتخب، إنه اشتراكي ولكن عنده نقود. إنه رجل عظيم، ولكنهم ما زالوا ثائرين ضده، لأنه انتقم بعزل عمدة كوستانوفا. ابتعد قليلا، إني أختنق. شكرا. وعين كوميسيرا محليا، إنها قضية في غاية الأهمية. الإدارة البلدية في أيدي كوميسير. إنهم يصيحون يسقط الكوميسير. إنهم لا يريدون سماعه. يا سيدي العزيز، إن كوستانوفا مكان هام من الدرجة الأولى، ويمكن القول إن العالم كله ينجذب نحوها. إذا وقفت أمام النافذة ونظرت إلى السماء، ماذا ترى؟ كل النجوم ترنو بعينيها نحو كوستانوفا. يدعي البعض أنها تسخر منها، ولكن لا تظن ذلك، فهي تتحرك رغبة. كل نجم يريد امتلاك مدينة مثل كوستانوفا. أتعرف أيضا بماذا يتعلق مصير العالم؟ بالمجلس البلدي لمدينة كوستانوفا. لقد عزل المجلس البلدي، ولذا انقلب العالم تماما. يمكنك أن تحكم على ذلك من وجه باروني. انظر إليه، انظر إليه من خلال هذا الباب الزجاجي. ولكن الحاجز من زجاج خشن. حقا، لم أفكر في ذلك. ألست من أسرة تحرير الجريدة؟ لا، إني عاطفي، أو على الأكثر كنت عاطفيا، لأني سأختفي عما قريب. إن المرضى بداء السل كثيرون في كوستانوفا. كان أخوايا اللذان ماتا بداء الصدر هما أيضا أعضاء في إدارة التحرير، وأنا حتى أول أمس كنت طالبا بالطب، وقد عدت هذا الصباح لأموت في منزلي. أتبيع ورق الجرائد؟ كل أنواع الورق بما فيه ورق الجرائد، وبأثمان لا تقبل المنافسة، وذلك لتسهيل نشر أكبر عدد من الجرائد. فلتعتقد تماما أن مسألة ثمن الورق في الحالة الراهنة أرجوك للسوق. نعم، إني أعتقد ذلك، أعتقد ذلك. إنما يعزيني هو أني أفكر في أنك ستسافر أيضا خلال سنوات وسنوات، عارضا ورق مخازنكم بأثمان لا تقبل المنافسة لجميع أوراق اللفافات الدورية بالإقليم. وبدون شك ستعود هنا بعد 10 سنوات في مساء مماثل لتجد هذه الأريكة البالية في مكانها. أما أنا فلن
وربما تجد مدينة كوستانوفا في سلام. فروني فروني، لم نرى أبدا شيئا كهذا. تعال معنا يا لومونتو، تعال. إذن ماذا هناك؟ هل يتشاجرون؟ لقد وقع ذلك كما لو كان وابلا متلاحقا. إنها فرق اشتراكية آتية من الطريق الرئيسي، ولكنهم أطبقوا على أوان كبدونا. كلا مطلقا، إنهم يطبقون على أواننا. هيا تعال، إنهم في حاجة إليك. انتظروا قليلا حتى أتبين ذلك. ماذا فعل أولا البوليس؟ ما هو موقفه؟ لم يحرك البوليس ساكنا، إنها مصلحة الكوميسير المحلي. لقد صحتنا. هيا هيا تعال. إذن لنذهب. نعم لنذهب. أعطني قبعتي وعصاي. أين فابريزي وكنتي؟ إنهما في الشارع أمام المتظاهرين. إنهما يدافعان. ولكن كيف لم يستدع الرجعيون البوليس؟ لقد تواروا. وأنتم فعلتم مثلهم. لماذا حضرتم أنتم الثلاثة لدعوتي؟ إن واحدا كان يكفي. لم أجد عصا. ليس هذا ممكنا، لقد وضعتها هناك بنفسي. ربما أخذها كونتي أو فابريزي. ولكن تلزمني عصاي. تعال إذن سأعطيك عصاي. ولكن كيف يمكنك أن تتصرف أنت بدون عصا وسط الضربات؟ يا إلهي يا إلهي، ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ألا تعرفون؟ هل قتلوا أحدا؟ لا، أين ذلك؟ كيف؟ ألم تري المظاهرة؟ المظاهرة؟ كلا، لم أرى شيئا. لقد خرجت توا من عند بولينو المسكين. حسنا، لقد قتل نفسه. بولينو؟ هل قتل نفسه؟ بولينو؟ لولو بولينو انتحر منذ ساعتين، وجدوه معلقا في حجرة الطعام مشنوقا. يا للفزع، رأيته أسود، عينه خارج رأسه، ولسانه مدلة، وأصابعه متقلصة. كل بطولها. يا مسكين. مسكين بولينو، فتى مسكين، كان ميؤوسا منه. إن حالته لم تكن تبشر بخير. لقد اختصر آلامه، لم يكن يستطيع بعد أن يقف على قدمين. إيه حسنا، إني أعتقد أن هذا الفتى لم يعرف ما يفعل بحياته. لقد تصرف كالأحمق. كيف ذلك؟ لأنه انتحر. لماذا كالأحمق؟ كانت أيامه معدودة، لم تعد تلك حياة. بالاختصار بالاختصار، والله كنت مستعدا أن أدفع له نفقات الرحلة. ما الذي ترويه لنا؟ أية رحلة؟ رحلته إلى العالم الآخر. لا، إلى روما. رحلته إلى روما كنت مستعدا أن أدفعها له عن طيب خاطر. عندما لا يدري إنسان ما يفعل بوجوده ويقرر الانتحار، فليبعث السرور في نفس الآخرين قبل ذلك. كنت سأتذوق ذلك السرور بنفسي، السرور الذي يخدم موته بعض الشيء على الأقل. لنرى، أنا مثلا مريض ويجب أن أموت غدا، وهناك رجل لا يشرف بلدي، رجل يكون وجوده مخجلا، وهو جويدو مازاريني. حسنا، فإني أقتله وأقتل نفسي بعد ذلك. إن الذي يتصرف خلاف ذلك يكون أحمق. مسكين بولينو لم يفكر في ذلك. كيف لم يستطع التفكير في ذلك؟ ألم يكن يعيش منذ ساعتين تحت وطأة هذا الخزي الذي يطوقنا جميعا، والذي لا يشرف البلد، والذي يسمم الهواء الذي نتنفسه؟ إني كنت سأعطيه مسدسا في يده وأعطيه نفقات الرحلة. يبدو لي أنه يراني. اقتله ثم اقتل نفسك بعده أيها الأحمق. لقد حدث ذلك، لقد سيطرنا عليهم. ماذا استفادوا؟ لقد تدخل البوليس. نعم، ولكن عندما انتهى كل شيء. كان أصدقاؤنا رائعين، لقد خضبوهم بالدماء كثيران. اطمئن يا فاروني، أؤكد لك أن المتظاهرين قد انسحبوا. ماذا بك؟ إنه المسكين بولينو. ولكن لم يرى بولينو شيئا. لقد شنق نفسه. لولو بولينو انتحر. مسكين لولو، كان يردد دواما رغبته في الانتحار. لقد اختصر سكرة الموت. حسنا ما فعل. كان يجب أن يفعل ما هو أفضل، كنا نقول ذلك منذ لحظة. بما أنه سينتحر لمصلحته، كان يجب أولا أن يعمل لمصلحة الآخرين، لبلده. لم يكن عليه إلا أن يذهب إلى روما ويقتل عدونا وعدو الجميع، جويدو مازاريني. لم يكن ذلك يكلف شيئا، ولا حتى نفقات الرحلة. بالشرف إني كنت أدفعها له بدلا من أن يموت كالأحمق فعلا. أنت تعرف أن ذلك متأخر الآن. نعم، سنحرر غدا عدد المساء. عندنا وقت من الآن إلى يوم الأحد، ويلزم أن نقول أيضا كلمتين عن هذا المسكين بولينو. حيث أني شاهدت ذلك، فإنه يمكنني كتابة المقال إذا أردت يا باروني. ليكن، ولكن بإيجاز. يمكننا أن نمر لرؤيته عند الانصراف. ستجدونه ما زال معلقا،
فهم ينتظرون قاضي التحقيق لإنزاله، وهو لم يرجع بعد من برجه. يا للخسارة، إن عددنا يوم الأحد كان يمكن أن نخصصه له بأكمله إذا كان قد قام بحركة الانتقام من أجل البلد. أوه، انظروا إذن هناك، إنه لوكا فازيو. أوه لوكا، متى وصلت؟ هذا الصباح. ماذا يا لوكا، ألست على ما يرام؟ تقريبا مثل بولينو. وهذا السيد؟ لقد حضرت يا سيد باروني لتوريد ورق الجريدة. أوه، أنت مندوب مخازن سانجون، هل لك أن تتفضل بالمرور غدا؟ الوقت متأخر جدا اليوم. غدا صباحا إذا راق لك ذلك، فقد عزمت على السفر بعد الظهر. فلنذهب، لقد حان وقت النوم، طابت ليلتك يا ليوبولدو. وأنت يا لوكا، ألا تأتي؟ لا، عندي كلمة سأقولها لباروني. لي أنا؟ سأستغرق دقيقتين. ألا تستطيع الكلام أمام الجميع؟ لا، سأتكلم معك بصفة خاصة. حسنا، اتركونا. طابت ليلتكم أيها الأصدقاء. طابت ليلتكم. سأحضر حوالي العاشرة. أكثر تفكيرا إذا رغبت. هيا إلى اللقاء. طابت ليلتك. هيا يا عزيز لوكا، يا صديق العزيز. لا، ابتعد عني. لماذا؟ إنك تجعلني أسعل. لا، ليس هذا سببا، فإن الضعف يبدو عليك. أغلق هذا الباب جيدا. نعم في الحال. ضع المزلاج. ولكن ذلك غير مجد، فلن يحضر أحد يزعجنا في هذه الساعة. يمكنك أن تتكلم بحرية، سيظل كل شيء بيني وبينك. أغلق ذلك الباب أيضا. لماذا بحق الشيطان؟ أنت تعلم أنني أعيش بمفردي، ولم يعد أحد في حجرة التحرير. انتظر، سأطفئ النور هناك. ألا تشم رائحة الغلايين التي تأتي من هناك؟ ها قد تم ما أردت. حسنا، إني أسمعك. ابتعد ابتعد. ولكن لماذا؟ أتخشى أن تصيبني بالعدوى؟ أنا لست خائفا، وأنت تعرف. ألست خائفا؟ لا تقل ذلك هكذا بسرعة. وأخيرا، ماذا نحن بصدده؟ اجلس إذن. لا، أفضل أن أظل واقفا. هل أنت عائد من روما؟ نعم، من روما. وأنت ترى في أي حال أنا. كان معي 20,000,000 من الفرنكات أنفقتها، وقد احتفظت فقط بما أشتري به هذا المسدس. ذاك، هل هو محشو؟ لوكا، أهو محشوم بالرصاص؟ إنه محشوم بالرصاص. كنت تقول إنك لست خائفا. ولكن إذا كان يراد السوء. هيا ضع ذلك هناك. قلت لك من قبل ألا تقترب. لقد بقيت حبيس غرفتي في روما لأحصل لنفسي على. ولكن لا، إنك لمجنون. أؤكد لك أني كنت سأقتل نفسي كالأحمق. لك الحق في أن تقول ذلك. حقا، أنت تريد إذن أن. انتظر، سترى ما أريد. هل سمعت ما قلته عن بولينو؟ نعم، إني هنا من أجل ذلك. أستفعل ذلك؟ سأفعله في هذه اللحظة. أنصت إلي جيدا. كنت أصوب هذا المسدس نحو صدري عندما سمعت طرقا على الباب. أين ذلك؟ في روما؟ طبعا في روما، وفتحت الباب. هل تعرف في مواجهة من كنت؟ في مواجهة جويدو ماتزاريني. هو عندك؟ لقد رأى هذا المسدس في يدي، وفي الحال ومن مظهري أدرك ما أريد عمله، فارتمى علي وأمسك بذراعي وهزه صائحا. كيف ذلك؟ هكذا ستنتحر أيها البائس لوكا؟ أي حماقة ترتكبها؟ إذا أردت تنفيذ ذلك فإني أدفع لك نفقات الرحلة. أسرع إلى كوستانوفا واقتل أولا ليوبولدو باروني. أتمزح؟ لا، أنا لا أمزح. لقد دفع لي ماتزاريني نفقات الرحلة. هو مستحيل. وأنا ذا سأقتلك أولا ثم أقتل نفسي بعد ذلك. هل صرت مجنونا؟ لا لوكا، لنكف عن هذا المزاح. هل أنت مجنون؟ لا تتحرك إلا أطلقت. هاك كن لطيفا، لن أتحرك. أنت ترى تأثير الجنون علي الآن. أنت تعاملني كمجنون في الوقت الحاضر، وكنت تعتبره أحمق، ذلك المسكين بولينو.
لأنه شنق نفسه ولم يتوجه إلى روما لقتل ماتزاريني. ولكن هذا ليس نفس الشيء. أنا لست ماتزاريني. ليس نفس الشيء؟ أي فرق بينك وبين ماتزاريني تريد أن يكون بالنسبة لشخص مثلي أو مثل بولينو الذي سخر من وجودكم ومن كل ألوان تهريجكم؟ أن تقتل أنت أو أن يقتل آخر أو يقتل أول عابر سبيل، بالنسبة لنا المسألة واحد. أوه عفوا، إنهما شخصان. إن جريمتك ستكون أكبر الجرائم ظلما وغباء. أنت تريد أن نعمل كأدوات. نحن الذين على حافة القبر، عندما ينتهي كل شيء بالنسبة لنا إرضاء لحقدك أو حقد آخر أو لمشاحناتكم الهزلية، تعتبرنا حمقى. إيه حسنا، أنا لا أريد أن أكون أحمق مثل بولينو وسأقتلك. أرجوك يا لوكا، لا، ماذا تفعل؟ لا، ولكن لماذا؟ كنت دائما صديقك، ارحمني. لا تتحرك، اصمت، اركع على ركبتيك، على ركبتيك. باك. الرحمة لا تطلق. أترى عندما لا يعرف الإنسان ما يفعل بحياته أيها المهرج؟ كن هادئا، اذهب، لن أقتلك. انهض ولكن لا تقترب مني. إنه حقا مزاح صقيل، لقد تمكنت من ذلك لأنك مسلح. حقا، وأنت بللك العرق لأنك تعرف تماما أنه لا يكلفني كثيرا تنفيذ ذلك. أنت مفكر حر، ملحد بدون شك، وإلا لما استطعت أن تعتبر بولينو أحمق. تكلمت كما فعلت لأني، وأنت تعرف كم أقاسي من الخزي الذي يخيم على كوستانوفا. حسن جدا، ولكنك مفكر حر أيضا، لا يمكنك أن تنكر ذلك، إنها مهنتك في جريدتك. مفكر حر، أعتقد أنك لا تنتظر أي عقاب أو ثواب فيما وراء الحياة. ليس كذلك. إن الشيء الأكثر قسوة بالنسبة لي أن أعتقد أنني يجب أن أحمل معي ثقل التجارب التي اكتستها خلال 26 عاما من حياتي. أنت ترى جيدا أن... نعم، إذا كان لي أن أتصرف وفقا لفكرتي وأقتلك كلا شيء، فليست خشية الله هي التي تمنعني، ولكنني لن أقتلك. وإن أنا لم أقتلك فلأني لا أعتبر نفسي أحمق، ولأني أشفق عليك أيها المهرج. لقد رأيتك من قبل، وأنت تعرف، من بعيد جدا كنت تبدو لي صغيرا جدا ولطيفا تماما، رجل صغير مسكين مزوق كالمهرج. ولكنني أريد أن أوجز ما يدعو للسخرية فيك. ماذا تقول؟ الإيجاز عمل موجز لي الحق فيه، حقي المقدس بما أني أشارف الموت، أما أنت فليس لك الحق في أن تثور. اجلس هناك واكتب. ماذا يجب علي أن أكتب؟ أتتكلم جدا؟ بكل جدية، اذهب لتجلس واكتب. ماذا أكتب؟ انهض وتعال لتجلس هناك، قلت لك. ولكن ماذا بعد ذلك؟ اجلس وامسك بهذا القلم، القلم في الحال. ماذا يجب علي أن أكتب؟ ما سأمليه عليك في هذه اللحظة أنت تنساق بلطف، ولكني أعرفك. غدا عندما ستعرف أنني انتحرت مثل بولينو، سترفع رأسك وتصيح لمدة 3 ساعات في المقهى أنني كنت أحمق مثله. ولكن لا، أية أفكار تتخيلها؟ إنه عبث أطفال. أوه إني أعرف، سأنتقم لبولينو. ليس هذا الكلام بصددي، أكتب. ولكن أين تريدني أن أكتب؟ لا يهم أين، قطعت الورق هذه. ولكن ماذا؟ كلمتين فقط، تصريح صغير جدا. تصريح صغير؟ لمن؟ ليس لشخص ما، اكتب هذا هو كل شيء. إنه بهذا الشرط فقط أنقذك، اكتب أو أقتلك. سأكتب، أمل علي. أنا الموقع أدناه، أعتذر وأندم. ولكن على ماذا تريدني أن أندم؟ ألا تريد حتى أن تندم؟ لنرى ما يجب أن أندم عليه. أنا الموقع أدناه، أعتذر وأندم على أني قد اعتبرت بولينو أحمق. أوه
إنه ذلك. إنه ذلك. استمر. اعتبرت بولينو أحمق في حضور أصدقائي وزملائي لأن بولينو قبل أن ينتحر لم يذهب إلى روما ليقتل متزاريني. إنها الحقيقة الخالصة، ولم أقل حتى إنك كنت على استعداد لأن تدفع له نفقات الرحلة. هل كتبت؟ كتبت. أهذا كل شيء؟ لا، ولكن لوكا في أن ينتحر. هل أنت جاد في أنك تريد الانتحار؟ ستعرف ذلك. أكتب. قبل أن ينتحر أتى ليقابلني. يمكنك أن تضيف مسلحا بمسدس. أوه نعم، ذلك إذا سمحت. أضفها إذا أردت، مسلحا بمسدس. لن أدفع مخالفة لحمل سلاح ممنوع. هل كتبت؟ استمر. مسلحا بمسدس، وقال لي إنه حتى لا يعتبره متزاريني أحمقا كان يجب أن يقتلني كالكلب. هل كتبت جيدا كالكلب؟ حسنا، نقطة من أول السطر. كان يستطيع تنفيذ ذلك ولكنه لم يقم به للاشمئزاز. لا، أكتب للاشمئزاز، وأضف والشفقة. هاك، للاشمئزاز والشفقة من خوفي وهلعي. أوه ذلك. إنها الحقيقة. لأني مسلح. أتوافق؟ لا يا عزيزي، في هذه اللحظة أكتب لأبعث السرور في نفسك. تماما، وعليه لتبعث السرور في نفسي. هل كتبت؟ كتبت، وفي ذلك الكفاية كما يبدو لي. لا، انتظر الخاتمة. كلمتان أيضا لنختتم. بماذا تريد أن تختتم؟ أكتب. لقد اكتفى لوكا فازيو أن يسمعني أعلن أن الأحمق الحقيقي هو أنا. ولكن لا، لقد تطرفت كثيرا. إن الأحمق الحقيقي هو أنا. أكتب هذا. كرامتك؟ ستصون كرامتك أكثر يا عزيزي إذا لم ترفع عينيك عن ورقتك، وإذا أدخلت في اعتبارك هذا السلاح المصوب نحوك. إن كرامة بولينو هي التي تعنيني هنا. لقد قلت لك أريد الانتقام لبولينو. وقع الآن. ها قد تم. أهذا كل شيء؟ أعطني. إليك. ولكن ماذا ستفعل بها إذا كنت تريد أن تنهي حياتك؟ هذا عظيم. ماذا أريد أن أفعل بذلك؟ لا شيء. سيجدون هذه الورقة غدا فوق غثتي. واسي نفسك يا ليوبولدو عندما تفكر في أن ما أفعله الآن أقل وطأة مما تفعله أنت. طابت ليلتك. كانت هذه تمثيلية الأحمق، مسرحية في فصل واحد من تأليف لويجي بيرانديلو وترجمة محمد عوض الله وإخراج نبيل الألفي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد، وصور الشخصيات لوكا فازيو، حسن عبد الحميد، ليوبولدو باروني، عبد المنعم عطا، روزا لافيتشيا، زينب عبد الرحيم، المندوب الجوال عز الدين إسلام، المحرر الأول بدر الدين جمجوم، والمحرر الثاني إبراهيم فتيحة، والمحرر الثالث محروس الجرحي، والمحرر الرابع أمين الحكيم، والمحرر الخامس عبد العزيز غنيم.